التمرين رقم أربعة. An event occurs in system K prime. إذا هذا reference frame K prime at x prime equals 3 meter, y prime يساوي z prime أو يساوي 2 متر, و t prime إذا اللحظة t prime تساوي صفر. هذه اللحظة البدائية في السيستم أو reference frame K prime. System K prime and K have their axes coincident at t equal t prime equal 0. وهنا الـ x axis, okay, their x axis coincident at t equal t prime equal 0. معناه الـ origin لـ k مع الـ origin لـ k prime إذن تكون على نفس النقطة في اللحظة البدائية. And system k prime travels along the x axis of system k with a speed 0.9c. What are the coordinates of the event in system K? إذن هنا فقط مطلوب تحويل الـ coordinates من system K prime إلى system K, وبالطبع سوف نستعمل علاقات تحويل لورنتز. إذن بالنسبة لنا K هو الـ reference frame المتوقف, the fixed frame, و K prime هو المتحرك بهذا السرعة هذه 0.9c, ونفترض أنه يتحرك في اتجاه X موجب. Using the Lorentz transformation, إذن العلاقة اللي تربط X داخل K, مقاس داخل K, مع X prime و T prime, المقاسان داخل K prime. Okay, والتطبيق العددي أمامنا, كل إذن X prime و T prime معطات في التمرين, و V أيضا معطى في التمرين, والفاكتور هذا 1 ناقص V تربيع على C تربيع هو هذا. وهنا ما ننساش أنه 3 بالمتر, أوكي, والصفر هذا هو T prime بالثانية, أوكي. وإذا احترمنا إذا كل العلاقات هذه سوف نتحصل على 6.180 متر. بالطبع هنايا نستعمل سي لتساوي 3 مضروب ب 10 أس 8 متر على الثانية. أوكي؟ بالطبع هذا الفاكتور صفر الآن, إذا قيمة سي لن تؤثر على هذا الفاكتور هذا لأنه صفر. أوكي؟ 0.9 مضروب بسي مضروب بصفر. ولكن إذا كان تي برايم كان ليس منعدم فيجب أن أستبدل سي بقيمتها اللي هي 3 مضروب ب 10 أس 8. إذا no change on the other space coordinates لأنه ال k prime يتحرك في اتجاه ال x. إذا المفروض إذا ال y وال z ما يتغيروش. إذا لدينا y يساوي y prime وال z يساوي z prime. يبقى لنا الآن أن نحول ال time coordinate. وال time coordinate إذا العلاقة لورنتز هي t في مقاس في k يكتب بدلالة t prime و x prime داخل k prime. أوكي, ونفس الترم لهنايا, أوكي, اللي هو هذا. ونذكر إذا هذا الصفر هذا هو T prime إذا بالثواني, وهذا الـ X prime هذا هو هذا الثلاثة بالأمتار. تمام. وهنا وش نلاحظ عندي لهنايا عندي V على C. أوكي, عندي V على C تربيع. إذا عندي V على C هو 0.9. تمام. ويبقى لي C على C تربيع. أوكي, إذا لهنا عندي اختصار. أوكي, إذا ما ننساش أنه نستبدل لهنايا السي ب 3 مضروب ب 10 اس 8. اوكي, اذا هاي لك لهنايا راهي تظهر هنا في هذا المكان هذا. وفي الاخير اذا ما اخطاناش نتحصل على 2.05 مضروب ب 10 اس سالب 8 ثانيه. شايفين القيمه صغيره جدا, هي في حدود 20 نانو سكند. اوكي, 20.5 نانو سكند. اوكي, يبقى انه بالرغم من انه هذا الزمن هذا او الفتره الفاصله تي ناقص تي برايم ضعيفه بالنسبه لنا, ولكن هذا القيم هذه تقنيا الان في القرن 21 قابله للقياس. هناك اجهزه يمكن القياس بها هذا النوع من الازمنه هذه. اذا this time is measurable by present techniques.